ضيفنا اليوم كان كل شيء ملك يديه لاعبا حكما مدربا عميدا لكليه التربيه الرياضيه ثم مختصا بكره اليد وانتهى الامر به مختصا بعلوم الحركه من بولندا الدكتور نصير صفاء مرحبا اهلا وسهلا دكتور بارك كان... الله بك كان كل شيء بين يديك وما معنى كل شيء؟ كل شيء هي الكره 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 نعم والارض هي والارض هي كرويه نعم والكره التي نتحدث عنها هي كره اليد مرينا بتاريخ كامل معها ووصلنا بها مراحل الحمد لله وبعدها ان وصلنا هذه المراحل واخذنا ثاني على الدول العربيه في عام 79 في بطوله الدول العربيه في الكويت فاخذنا الميداليه الفضيه بعدها كملنا كليه واستمرينا في لعبنا لكره اليد و الله منحنا الحمد لله منحه اخرى عن طريق الدوله وقدرنا نخلص دكتوراه في بولندا في بولندا حقيقة كانت خير عونا لنا وإحنا نريد نقول بولندا تريد بها علم موجود بها علم وتريد بها تقضي وقت موجود بها تقضي وقت وقضينا وقت واخذنا علم واخذنا كل شيء من هذا المكان تدري ان الدنمارك هي الاولى في الترتيب وفي التصنيف الدولي في كره اليد تاتي بولندا في المرتبه الرابعه بولندا الجانب الرياضي تولي اهميه كبيره لان كانت هي الدوله كدوله اشتراكيه تولي الجانب الرياضي اهميه لكن لا يجاري دائما لا يجاري الغرب. الغرب لانه يعمل بالجانب الاحترافي، الجانب الاحترافي احسن من جانب الهوايه، نقطه راس السطر. بولندا تسعى لديها امكانات، لديها كل المقومات لكن لكن ما يقدرون ان يصلون للقمه. الان بعد ان طلعت بولندا من خارج اطار الحلف الروسي احنا واول دوله انفصلت عن الاتحاد السوفيتي بدات في سياسه اخرى حقيقه وسياستها كانت جدا رائعه بدءا من السياسه الاقتصاديه والنقديه الى الان اللي هم موجودين وبداوا يوصلون الى مواصل انا اعتبرها جيده جدا. فبالرياضه الان اذا انا مغلطان بولندا في جانب مثلا كره الطائره محصله يمكن ميداليه ذهبيه وفي كره اليد لا ما وصلت هذا المستوى لكنها ايضا في في دوريها وفي ملاعبها وفي يعني امكانيه عاليه جدا. طيب حضرتك كنت حكم في اللعبه متى تصفر؟ ما هي الاخطاء؟ احنا لا نعرف ما هي قوانين لعبه كره اليد. كره اليد حقيقه انا اتجهت للتحكيم بعد ان شفت التدريب في العراق ما يجيب همه. في عام 93 و 92 بعد رجعت بال 91 من من الدكتوراه الاتحاد وضع ثقة بي بارك الله بهم كان زميلنا دكتور علي تركي الله يعطيه الصحه وهو مريض دكتور علي تركي اصر انه اني ادرب فريق منتخب الشباب دربت فتره منتخب الشباب وبعدها قال لا اريدك تستلم منتخب العراق بعد ان اني كملت الدكتوراه في بولندا وبالمناسبه من كنت هناك ايضا دخلت دورة تدريبية حتى في داخل الأكاديمية أمدها سنتين نتخرج بها مدربين فمن رجعت وشفت التدريب وأديت واجبي كمدرب شفت التدريب ومفاهيمي للتدريب تختلف عن مفاهيم الآخرين مفاهيم الآخرين أنه المدرب هو اللي يودي هو اللي يجيبه هو هو كل, كل شيء هو المدرب انا كنت في تصوري انه من عندي مدربين مساعدين راح يكونون هم يقومون بالعمل وانا علي معاهم ان اعمل واخطط بالشكل الاساسي شلون هسه موجود في الغرب مدير الفريق الفني وهو هذا مو بس هو اللي يدرب هو مشرف على العمل مال المساعدين والاخرين بعدين شفت انه وياها هم التدريب كماده احنا نسميها كفلوس كدخل لا يوفي حقه يعني كانت اللجنة الأولمبية تطينا 150 دينار اجور المدربين واحنا نروح للملعب ب 250 دينار فكانت هي مضحكة فاتجاهت حقيقة عفت تركت التدريب لأنه شفت حتى مستوى التقييم غير اللي أنا أتوقعه مثلا وما كان عندنا هدف في وقتها بالثلاثة وتسعين ما كان عندنا هدف لبطولة أو لمكان لأنه تعرفون في وقتها كان حصار دكتور فبدينا نعمل باتجاه التحكيم من رحت باتجاه التحكيم نعم أبدعت أنا أقول لك شو وقت الصوفر يعني نطين الأخطاء اللي يوقع فيها اللاعب متى تصفر متى ما يحدث خطأ في الملعب عدد الأخطاء اللي ترتكب اللاعب أخطاء كثيرة بالملعب دكتور إحنا عندنا أخطاء المسك أخطاء الضرب أخطاء طلعت الكرة برا هذه كلها أخطاء العنف وكل وحدة لها إشارة بالمناسبة يعني إحنا حتى في مجال عملنا بالتحكيم إحنا عندنا 17 أو 18 إشارة في حتى في قانوننا في قانون كرة اليد أنا مترجم القانون ثلاث مرات في قانون كرة اليد عندنا 18 إشارة ولهذا إذا رحنا مباريات إحنا نسميها مباريات دولية وتكون منتدب هناك كحكم ونازل اسمك ما ما تقدر تتحدث مع اللاعبين ولا هذا، تتحدث فقط عن طريق الاشاره. والاشارات هي متعدده، اما تصفر مثلا وتنطي مثلا رميه حره، او تصفر باتجاه خط السبعه امتار اللي هي رميه جزاء احنا نسميها، او تصفر باتجاه الرميه الجانبيه، او تنطي اشاره انه راح احسب عليك وقت سلبي. يعني عندنا اشارات متعدده. وهذه الاشارات هي رموز لان حتى نضبط الملعب. وعدنا بها ايضا انه ننطي للاعب ايقاف من حقنا ان تنطي للاعب بعد ان يشوف هسه انت قلت حضرتك الضرب بالملعب مرات واحد اثناء الدفاع يصير يتعرض الى ضرب فاحنا نوجه ايدنا وننطي ايقاف بمقدار دقيقتين ويطلع اللاعب وهذه طبعا تفاصيل قانونيه من الممكن ان نتحدث بها بشكل مسهب باتجاه اخر يعني ما اعتقد هذا يكفينا فقط البرنامج يكفي نعم نعم حتى نتخلص من الضغوط اشاره <applause> اليوم لابس بدله ما متفقين عليها لابس بدله لونها شنو ماروني بالبولندي شنو جراناتوفي و... بالبولندي ب... بالانجليزي بالانجليزي ايضا جرانات لانه هو الجرانات اللي هو الرمان واحنا حتى هي تسميه الرمان اليدويه هي جرانات مهم. إيه طيب شنو تشعر هسه انت لو ما يعني انا محبت... لا اشعر انا البس ما اني البسه اني الالوان هي تعبير كبير جزء عن الشخصيه وهذا احنا كتبناه هذا آه في كتابك تخلص من الضغوط عددت كل الالوان ونسيت الرماني حسيت هو مو نسيت هو يدخل في جزء من اللون الاحمر مشتقات الاحمر نعم من مشتقاته ينطيني يعني... الاحمر الشنطي الاحمر ينطيني انا يعني بالنسبه لي ينطيني حافز لانه اتقدم حافز لان ابدع حافز لان يصير عندي احساس انه انا قوه عندي هذا الاحمر الاصفر يعطيني احساس ايضا بالذكاء بين اشوف امور اخرى يعني افضل بالنسبه لي الازرق لا يبعث علي الهدوء البنفسجي ما نفضل لانه ينطيب مرات على الكابه وغير الكابه يعني طيب هذا اللون شو سموه بالاردن؟ هذا اللون طبعا يسموه رصاصي احنا سكني بالنسبة... ها؟ سكني سكني هذا ما اعرف هذا على... انا يعني اللي المهم اللون هذا شو شو هذا بالنسبه لك هو من الالوان احنا نسميها الخليط بين الاسود والابيض فيطلع لنا هذا اللون اللي هو الرصاصي لقد حفظ عن ظهر قلب ويد كيف يفسر خلاصه كتابه تخلص من الضغوط هنا يستذكر اجمل سني عمره البولندي حيث نال الدكتوراه من اكاديميه فورتسوف وهو هنا يستعيد ايامه مثلما كان يلعب الكره باليد دون الراس والقدم وهو في مثل اعمار هؤلاء الفتيان حتى إن اعتزل الساحة وعاف الكرة ظل متمسكا بالصافرة حكما على ما مضى وجرى ما في اليد حيلة أن يحفظ ويردد من بعد أن أخذت وارس الجميلة موعدي وانسل يومي من غدي ماذا تبقى في يدي حتى نتخلص من ال... الضغوط عليك ان تضحك، هل يمكن ان تضحك بدون اسمعك نكته؟ طبعا احنا هذا تفضلت به طبعا جدا مهم. كيفيه التخلص من الضغوط بالنكته، نعم. كان عندي ندوه أقمتها قبل كم سنه بالتعاون مع منظمه وعي لحقوق المراه. فطلبوا مني ان اسوي ندوه ضروريه جدا وحتى عن طريق الانترنت وكانت كورونا. فقلت لهم هذه الندوة وعملتها نفس الندوة هنا أنا في عمان في مجلس الثلاثاء كان عنوان الندوة قلت لهم عنوان الندوة لا تضحكون قالوا شنو قلت لهم هيا هي بنا نضحك فضحكوا قالوا ليش هيا هي بنا نضحك يعني شنو هذا فقلت لهم الآن هيا هي بنا نضحك لأنه لازم نعلم نفسنا أنه الروح نضحك شنو فائدة الضحك الان هو اللي اني وانت نفتقده كنا ومجتمعنا العراقي وليش انا اختاريته بالكتاب؟ الكتاب هو اسمه تخلص من الضغوط الضحك هو جزء من التخلص من الضغوط زين تريد نكتب المقلوب؟ نكتب المقلوب؟ اي اضحك وانا احكي لك اياها عندنا <تصفح> 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 هذا ضحك انفعالي لو افتعالي لا هذا بالعكس ضحك حلو افتعال افتعلته لو لو فعالي. لا انا اطلقه من قلبي يعني ما اضحك أنه أضحك لازم والله أنا أجاملك أنا ما أجامل لأنه الآن إحنا في لقاء مهم تسمع الناس وهاي الناس من تسمع ضروري جدا أن تفهم ما ما نعمله إحنا فالضحك بالنسبة لنا ليش جبناه على الاسترخاء وأهميته؟ لأن الضحك يقوي عندنا حتى جهاز المناعة فأثبتت التجارب اللي إحنا موجودة وكتبتها بالكتاب وبالندوات وبال اثبتت التجارب انه احنا الضحك يزيد نظام المناعه بنسبه كبيره جدا فعرضوا على طلاب الكليه الطبيه حتى يشوفون الضحك شنو فوائده وضعوا لهم قسطره في اورده الطلاب وعرضوا عليهم فيلم كوميدي لمده ساعتين وبعد ساعتين شافوا التغيرات البايوكيميائيه اللي صارت في داخل الدم ولقوا مستوى الخلايا التائية اللي هي تقضي على السرطان والأمراض زادت نشاطها بنسبة كبيرة ومثلها دكتور إذا عملنا على جانب السكر واللي هو جزء من برامجنا في مجال الرياضة والعمل والاسترخاء السكر أيضا من الممكن وهذه التجارب الأخيرة اللي حثت باستراليا لكبار حتى السن عملوا لهم برامج خاصة للجانب الرياضي هو, الحرارة هو مو رياضة بمقدار بس هو تمارين رياضية حتى يقدرون يتلافون السكر وحرق السعرات الحرارية ونظام غذائي ورجعوا الناس بعد ثمان أسابيع من عملوا رجعوا إلى مستويات ما قبل السكر وهذا جدا مهم وإحنا هذا جزء من برامجنا في عملنا في التربية البدنية وعلوم الرياضة بالأمثال يقول هذا مات من الضحك هل الضحك فعلا مميت؟ نعم مرات كيف؟ مميت كيف؟ نعم مرات مميت إذا كان عنده مرض معين أو ما يتحمل ولهذا مرة أنا كاتبها يوصى بعدم الضحك أو بعدم الضحك إذا كان عنده مثلا مسوي عملية مسوي شيء معين عنده ورم عنده شيء فلهذا ما نوصي بالضحك لأنه ما يقدر يضحك طيب كيف تكون عقولنا أكثر تعلما؟ هذا كتاب هذا عنوان كتاب كتاب مم. كتاب وعنوان لكتاب مهم جدا في علوم التربية البدنية وعلوم الرياضة وأنا أدرس مادة تسمى مادة التعلم الحركي مادة التعلم الحركي هي مادة تختص بحركة الإنسان من أول ما يطلع من بطن إلى حد ما يموت فهذا الكتاب بعد قراءات كبيرة جدا توصلنا حتى في جوانبنا في مجال عملنا في التربية البدنية وعلوم الرياضة أنه الإنسان لازم نهتم بصحته من اول ما يطلع من امه الى حد ما يموت احنا نسوي له تربيه بدنيه. التربيه البدنيه تشمل كل حياته وكل نشاطه. ولهذا تتذكر يمكن دكتور في جلسات عديده كنا نتحدث في ندوات قلنا عملنا في التربيه البدنيه وعلوم الرياضه لا يقتصر فقط على الرياضيين. وهذا العيب من اوجدته؟ اوجدته عمادات الكليات اللي هي غير صحيحه غير صحيحه في الرؤيه لان هسه احنا عندنا في كل كلياتنا كليات التربيه البدنيه وعلوم الرياضه كلهم اللي يتخرجون يتخرجون مدرسين واللي يتخرج مدرس بعد ان يتخرج ويكمل اتجاهه وين؟ بس المدارس احنا محتاجين الان الى انا درست مثل ما هسا حضرتك قلت درست في بولندا درست الماجستير كملت بيه مجال العلاج الطبيعي أه، عندنا قسم علاج طبيعي عندنا قسم يسمى ريهابيليتاسيا او ريهابيليتيشن اللي هو اعاده تاهيل اعاده تاهيل المصابين ويعاد اعاده تاهيل للمعوقين واللي هذا قسم كامل عندنا وقسم للفسيولوجي و... الان خريجينا مدى... ما ما عندنا هذه الاقسام اللي يتخرجون منها ليش؟ لانه قسم الريهابيليتيشن تحتاج مجموعه خاصه تشتغل على هذا الاتجاه تاخذ انواع الحركه بس دروسهم مو كلها متشابهه احنا عندنا في كليات التربيه البدنيه علوم الرياضه عندنا ثلاثه اقسام عندنا قسم يسمى العلوم النظريه وعندنا قسم يسمى آه الالعاب الفرديه وعندنا قسم يسمى الالعاب الجماعيه ثلاثه اقسام وثلاثتهم تنطي نفس المواد ويتخرج الواحد لكن الفرق وين هذول المدرسين الموزعين هنا هذا المدرسين الموزعين هنا وهذا ولا اكثر ولا اقل أما رؤية القسم كدولة الآن إحنا كتخطيط كدولة المفروض رئيس القسم عند رؤية القسم مات بسوق العمل إيش قد راح يحتاج سوق العمل يحتاج خمسين يحتاج مية راح أقول هذولا يحتاجون قسمي ممكن أن أطوره أطلع بيه ماجستير ودكتوراه لأن علومي تطورت هذه الأقسام أرفعها للعمادة والعمادة ترفعها إلى رئاسة الجامعة ورئاسة الجامعة ترفعها للوزير وهذه كلها من ضمن خطط دولة كاملة والوزير يرفعها في مجلس الوزراء حتى تقار وتنعمل بها خطة كاملة باتجاه سوق العمل يعني هذا لازم تروح لوزارة التخطيط وزارة التخطيط تقول أنتوا هل قد تحتاجون حتى تخصص لها موارد مالية من هي وزارة المالية حتى تقدر أنت أما الآن إحنا باقين على نفس الموقع ولهذا الدكتور أيضا تحدثنا قلنا رياضتنا ليش ما تطورت ما تطورت لان احنا رؤية العمل الان بعد هاي الهبه اللي صارت العلميه والاحترافيه، عندنا صارت هبه علميه احترافيه تقنيه كلها ما صارت عندنا ولها حتى بالقوانين الان تقول لي محترفين اقول لك نعم محترفين لكنهم محترفين بالنسبه لي غير صحيحين. غير صحيح الاحترام تدري انت وديتنا خارج منطقه الجزاء بعيد طبعاً. بعيد لازم و... أجر لا اجرك خارج منطقه الجزاء انا العب التكتيك خلاص اقول <applause> وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر أكبر هذا هل تشعر نفسك بانك كره؟ اشعر نفسي باني كره؟ لا، اشعر نفسي باني حكم حكم واشعر نفسي انه اني يجب ان اكون لبنة صالحه في بناء المجتمع انت والارض، انت والارض، ما الشبه بيناتكم؟ أوه أنا م. نسخة من الأرض كيف؟ أنا نسخة من الأرض م. في أدبياتنا وفي كل عملنا نسخة نحن من الأرض ماذا قال سبحانه عز وجل؟ خلق من طين لازم نحن طين صار صار ولهذا حتى من كنت في درس المعهد الطبي التقني ذكر زميلتنا في قسم الدوائيات كانت درس الطلاب وقالت جملة كلش لطيفة قالت هذا الارض بها فلان شيء فلان شيء فلان شيء عددت كل المواد اللي هي موجوده وقالت هذا كله احنا بينا فاحنا نقطه من من فنحن من الارض وماذا بنا من الارض ايضا بالاضافه لها نمتلك الذره ذرات احنا في دواخلنا الان خلايا في كل خليه ايش موجوده نواه وذره وهذه النواه شنو بيها الكترون وبروتون ونيوترون وهذه موجوده مئات الملايين موجوده من الخلايا في اجسامنا. وهل احنا بينا طيف كهرومغناطيسي؟ نعم بينا طيف كهرومغناطيسي. اكو ايونات سالبه وموجبه بالجو؟ نعم احنا كلنا هسه الان ايوناتنا موجبه. ولهذا نشعر بعدم الراحه. متى ما خرجنا الى هذا وعندك بالكتاب موجودة تقدر تقراها دكتور بالحركة؟ نحن لا بكتاب تخلص من الضغوط احنا عندنا ايونات هنا الايونات السالبة والموجبة قليلة طيب كم في الارض من الماء؟ 70% وجسم الانسان 70% طيب طبق على نفسك اذا انت ارض انا هو نسخة من الارض نسخة من الارض انا نسخة من الارض بوتاسيوم وكالسيوم وأ... و... واسال دائما سؤال هم. كنت حتى اسال طلابنا وزملائنا ونتحدث نقول لهم انتم تعرفون الوزن، تعرفون الوزن ماذا يعني؟ الوزن يعني الجاذبيه، والجاذبيه تعني فلان شيء، هذا كليته يطبق علينا. واقول لهم احنا الكره الارضيه تفتر في دوره حول نفسها وتفتر حول الشمس. وهذا المسار هو ثابت. هذا المسار ثابت دكتور خلانا احنا ننظر هذه الكرة بأكملها معلقة في الهواء ومعها هذا الماء اللي هو نسبته 70% والماء ما ينزل من عندنا ولا يروح قطرات في الفضاء هذا هذا مشكلة الآن مشكلة في فهمنا ولهذا هسه الآن أنا وأنت نقول هل نحن نحن جزء من هذه الأرض وكل من عليها بعدين فان يروح كلكم لآدم وآدم من تراب احنا هذا نسبنا لكن قال كل من عليها وكل من عليها تشمل الكل النبات والحيوان والجماد والجماد كان عندنا سؤال بعلوم الباراسيكولوجي دكتور هل الحجر كائن حي ام ميت؟ سؤال مهم فقلت لهم سبحانه عز وجل ذكر في سوره يمكن البقره اذا من ومنهم من يخ يعني وصف الحجاره ومنهم من يهبط من خشيه الرحمن. يعني الحجاره تهبط من خشيه الرحمن اذا هل الحجاره تعي شيئا؟ فاصبحت اصحاب العقول عندما يقرؤون المفروض يفسرون كثير من مفردات الحياه الموجوده. كيف تكون عقولنا اكثر تعلما؟ للنشا الصغير قبل الكبير يبسط مبادئ التعلم الحركي مع علم التدريب لقد نال اعلى تخصص في علمي المساج الطبي والعلاجي ثم التجميل انه يطبق الان ما تلقاه في الحركه تشريحا وظيفه اليه مستخدما اللمس العلاجي بضغط اليدين حيث يمتلك طاقة الشفاء لتحديد وإصلاح الاختلالات في الحقل الحيوي للشخص إنه نصير صفاء في كتاب الحركة خلينا أشوف حركة المد والجزر في محاضرة أعتبرتها ثورة عن تحدثت عن التعليم وحركة المد والجزر نعم هل يخسر الفريق أي فريق لأنه لم يتعلم قوانين المد والجزر بارك الله فيك دكتور حقيقة هذا الكتاب هو كان نواة أنا وزميلي دكتور فاضل كامل مذكور عديناه من زمان اختص بالحركة من مجالات التشريحي والوظيفية وآلية العمل تفضلت في مجال التعلم الحركي اختلف عن هذا الكتاب انت حضرت معايا ندوة وسؤالك جدا وجيه والناس الآن تسأل وكان عنوان الندوة هو غريب جدا علاقة المد الجزر بالتعلم هل احنا نتأثر بالمد الجزر بحيث احنا يأثر علينا بالتعلم نعم دكتور لأن المد الجزر هو تطورات كهرومغناطيسية تمر في داخل الأرض وهذه التطورات اللي احنا تحدث بشكل يومي تأثر علينا في منطقة الغدة الصنوبرية اللي هي تحت المهادة الغدة الصنوبرية تفرز لنا هرمون الميلاتونين والسيراتونين وهي عناصر مؤثرة بعدين لا ننسى أنه احنا سبق أن تحدثنا هسه الكترونات والبروتونات والنيوترونات هي اطياف كهرومغناطيسيه عندنا في دواخلنا وذكرت لك ايضا في هذا الكتاب وسبق ان تحدثنا نحن في ابداننا نعمل باتجاه نعمل باتجاه الفيزياء ونعمل باتجاه الكيمياء الفيزياء في دواخلنا هي هاي الالكترونات والبروتونات وهذه طاقات موجوده وسبق ان تحدثنا عن هاي الطاقات ايش قلنا دكتور قلنا هذه الطاقات هي تشبه سلوكها سلوك الكهرباء لكنها ليست كهرباء ولا ترى بالعين المجرده الكهرباء ما ترى بالعين المجرده لكن نشعر باثرها هذه الطاقات موجوده في ابداننا احنا كمد وجزر نتاثر بهذه الطاقات من بعد ان تمر بينا هذه الدوره اللي احنا تحدثنا عنها انا تحدث عن تيم يعني فريق يخسر لاسباب انت تريد الان آه آه ان نتحدث عن فريق وانجاز فريق وانجاز تحت المد والجزر تحت المد والجزر ما يتاثر لكن متى يتاثر يتاثر بعلم عندنا جديد موجود على ساحاتنا هذا العلم اسمه علم الايقاع الحيوي يختلف عن علوم الرياضه الاخرى اللي احنا بيها. يعني احنا مرات كثيره انا وانت والاخرين نقعد الصبح هذا الايقاع الحيوي مالنا هو طريقه لانقسام الخلايا واحنا بيولوجيا عندنا هذا بيولوجيا عندنا هذا النشاط البيولوجي ايقاعك اليوم شلون؟ تمتك؟ تم <applause> هذا النشاط كل ساعتين. سولف لي ايقاعك اليوم. ايقاع اليوم؟ أه. ايقاع اليوم بنسبه لا تقل عن 70%. شلون تقيسه؟ هسه اقول لك شلون اقيسه هذا العلم اللي تحدثت عنه اللي هو الايقاع الحيوي سووا به بعد دراسات عديده انه احنا لقينا الانسان يمر بدورات اربعه اساسيه الدوره البدنيه اللي امدها 23 21 يوم هذه الدوره البدنيه والدوره الحدسيه والدوره الانفعاليه الدوره البدنيه والانفعاليه والنفسيه الانفعاليه الدوره البدنيه العفو 23 يوم والنفسيه الانفعاليه 28 والنفسيه 33 يوم. هاي الدورات دكتور من اول ما يطلع الانسان من بطن امه تبدي هاي الخطوط تمشي. فرسمولها احنا نسميه خط افقي اللي هو صعود ونزول المن مثلا الدوره الانفعاليه او الدوره البدنيه صعود ونزول الى الاسفل ورجع صعد هي 11 ونص يوم ورجوع الى الاعلى يلا صارت يعني هذا من هنا لهنا 11 ونص يوم ومن هنا لهنا حتى يرجع مره ثانيه ومثلها هذا اذا كان بالدوره الانفعاليه راح تصير 28 يوم، بالدوره النفسيه 33 يوم يعني تتاخر عن من عن الدوره البدنيه فمرات انه يتلاقن ومرات يصعدن ومرات فهذا يتأشر لنا مؤشر بهذا اليوم ايش قدر راح يكون نشاطي فبدأوا يسوون تجارب وهسه موجودة يعني على البرامج اللي موجودة بالحاسبات وبالموبايلات من تكتب البايوريدم البايوريدم يشير إلى أنه أنت في هذا اليوم نشط اليوم أنت شلون أنا اليوم جدا نشط جدا نشط دي عدينا. <تصفيق> <تصفيق> مو مو انا اعديك دكتور هسه نتحدث وخلي الكل ما دام قاعدين ويسمعون حتى الجمهور الان يسمع هذا البرنامج مهم جدا عندنا يعني اليابان يختنى. طب... اليابان يختنى. دكتور يختنا ها؟ يختنا الجهاز؟ <applause> اليابان طبقت هذا البرنامج دكتور علي من طبقه سواق التاكسي اللي عندهم عندهم شركات مال التاكسي فيوم اللي يعرف انه ايقاعاتها في هذا اليوم غير مضبوطة فما يطلع للشغل فقلت نسبة الحوادث اللي عندهم قلت نسبة الحوادث احنا الان نفس الحالة تشوف نفسك اذا انت تراجع حتى ذاك مرة احد الملاكمين شافوا ايقاعة بهذا اليوم كان ايقاعة جدا نازل ما قدر يتلاكم وخسر المباراة طيب مصر خسرت ستة صفر امام المغرب شو ايه نعم ها هنا راح نجي الى الايقاع الجمعي هذا يسمى الايقاع الجمعي هل الايقاع الجمعي موجود؟ ما نقدر الان نحدده. ليش ما نقدر نحدده؟ لان عوامل الايقاع الجمعي ما متوفره ولا دراسه صارت عليها. كايقاع جمعي. وردنا نسوي نعمل تجارب بهذا الاتجاه لكن حقيقه لماذا الخساره بوجهه نظرك كمختص في علم الحركه؟ اختصاصي في علم الحركه نعم. في كره القدم تصير غير. انت يد؟ ايه اه. ما مع كوني كره يد. بالمناسبه انا كنت ايضا سابقا لاعب كره قدم ومسحوب منتخبات التنميه. كل و... التنظير هذا لماذا خسرت مصر هذه الخساره؟ المريعة؟ مصر تخسر هذه الخساره لعده اسباب. حتى لعبتها قبل هذه المباراه من كانت مباراه التاهل اللي تحدثوا عنها انه راح يتاهل مصر يمكن كانت مع فرنسا او اتذكر مع أه واحده من يمكن ال... مع اسبانيا. مصر ما لعبت هذا اللعب وكانه اصيبت مصر باحباط فمن يجوي للمباراه مع المغرب المغرب افضل افضل بالاعداد وافضل بالتكتيك وافضل بالمدرب هل الابراج بها نحس وشغلات الابراج طبعا بها نحس طبعا ولهذا هسه توطنا بعالم الايقاع الحيوي وبها بها يوم تطلع هنا هسه قلنا مرات تقعد الصبح من الصبح تقول اليوم اريد اخلص شغل وتكمل الشغل الى نهايه اليوم وتقول بعدني نشط اريد اكمل ويوم تقعد ما تطلع من الباب تقول ما اريد كل شيء ما اريد وهي هاي مشكله هي, هي طبعا هذا علم الايقاع الحيوي طيب اريد علم الايقاع الحيوي وانت درست في وارشو إيه؟ كم سنه؟ درسنا بحدود ست سنوات اللي مثل مثل طبعا آه بحياتك امثال سوكراي آه توب <applause> <applause> كل بلد هو عاداته هو عاداته سوكراي توب <applause> <applause> يعني انا حقيقه الان ضربت لي يعني فد او جبت على بالي امثال آه بالانجليزي؟ بالعربي بالعفو م. بالبولندي راح اذكر فد مثل جدا حلو ومر علي بتجربه بعدين اخذته من اول من اول ما التقيت كنت واقف سرا دا أخذ بالكافتيريا فدا أخذ شاي وقهوة ولا عليه فلقيت ريكتور الجامعة والأكاديمية ورانا فوخرت على صفحة قلت له تفضل ريكتور يعني إحنا بالهذا قال لا 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 هاي واحدة من الأمور اللي تعلمناها قال لا 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 أبدا كتب يعرف شيء ولا شيء يعني من الأول هو الأحسن فكانت هذه يعني جدا جدا مهمه بل اولويه لمن, الفس... لمن في الساحه لا ما في في الساحه لكن هم دائما كانوا حقيقه السرة عندهم في كل مكان يلزمون سرع وما ما يتعبون منها طيب انت انت تعرف ثلاث لغات عربيه والانجليزيه والبولنديه <applause> نعم. مثل بالانجليزي تؤمن به هواية مثال أؤمن به طبيعي إيت أبل أدي كيف الدكتور أبن. وان أبل أدي إيت أبل أدي أبل أيه؟ أدي مو كل تفاحة واحدة ما نحتاج للون آه. من نقول إيت أبل هي تعني أنه كو... تفاعة واحدة زين أقول لك 3 فيكس أدي كيف أدكتور أوي ثلاث دينات باليوم <applause> إيه ت... تمنع يعني ما تحتاج الطبيب شنو رايك؟ لا انا ما من هذا لانه الغذاء يتبع اي غذاء يتبع الجانب الصحي يعني احنا كنا كل واحد يختلف في طريقه تعامله الايضي ونشاطه الايضي مع الغذاء الايض ايش الايض معناها عمليات التمثيل الغذائي اللي يصير في داخل الجسم كل واحد عندنا يختلف عن الاخر في عمليات الايض هذا يهضم فلان اكله هذا ما يهضم فلان اكله يعني انت سمعت ذاك اليوم دكتور احد الدكاتره قال لك انا القولون مالي مصيبه رحت هذا ويودوني كل اسبوع كل عشر ايام يودوني المستشفى ما ياكل يبدي ياكل غير اكل فكل كل انسان الرياكشن ماله في مستوى ال, ال, الاكلات يختلف عن الاخر بالاضافه الى تعامل العفو بالاضافه الى تعامله مع صنف الدم صنف الدم اذا به هي اعلى اذا كذا هذا كليته تختلف ولهذا احنا تنوعت عندنا في مجال عملنا في التربيه البدنيه وعلوم الرياضه. تنوعت وسائل التدريب وتنوعت وسائل اللعب بالجانب الفسجي وبالجانب التشريحي وجانب الحمل وجانب الشده كلها تنوعت. وما عندنا شيء ثابت وكل امورنا في مجال عملنا في ال... في كل العلوم كل الحقائق ثابته نسبيا. كل الحقائق ثابته نسبيا لانه بعد فترة إذا أجى أحد وعنده أجهزة جديدة وعنده شيء جديد من الممكن أن يبدلها أو تطلع نظرية جديدة من الممكن أن تتحضر النظرية اللي إحنا نعمل بها عدة أشياء عليك أن لا تفعلها في بولندا أولا ما سوي إزعاج بالليل ساعة بالعشرة بالليل ممنوع الإزعاج نيا أن نحترم السرة عندهم ملصق دائما أشوفه كنت في داخل هم عندهم الارض خضراء بالمناسبه لانه اكثرها مطر بالصيف وبالشتاء تكون كلها ثلج فعندهم مقوله ودائما يحطون قطع في داخل المنطقه اللي تمشي على الممر شانه يجيلين يعني يحترم الخضار والخضار عندهم لان هذا يسبب لطافه بالجو واكسجين والى اخره فيحترموه الى ابعد الحدود وهذا مهم جدا هل تشعر انك قريب عن تخصصك؟ هل مارست تخصصك؟ هل هذه الشهاده اللي لدتها بجداره عام 91؟ نعم يعني هل اوفت حقها؟ دكتور انا استمتعت بعلمي واستمتعت بخبرات اللي امتلكتها ولا ازال يعني حضرتك تعرف كثير من الزملاء كثير من الاخوان انا كملت ماجستير بالعلاج الطبيعي والتجميل هذا التجميل اخذت كورس ثاني وليش دخلت على كورس التجميل؟ وهذا السؤال اللي جدا مهم دخلت كورسين يعني بعد ال... بعد الماجستير دخلت كورس كورس المساج اللي هو هسه تفضلنا وقلنا اهميه المساج وال... بالجانب العلاجي وبالجانب ال... والكورس الثاني التجميل التجميل بلا اساس دخلته في بولندا وانا الرجل الوحيد اللي دخلت عندهم بارك الله بهم قبلوني في وقتها لانه هناك ينطون مساج الوجه بالجانب الكورس المساج قالوا ما نقدر ننطي فدخلت هناك بس هناك الدراسه كانت اصعب في مجال التجميل وحقيقه دراسه جدا مهمه لان 150 ساعه واهم نقطه انا استفادت منها اللي هو مساج الوجه اللي هو أعقد مساج موجود في كل أنواع المساجات وإحنا ليش دائما نتحذر وخلي يسمعون الجمهور إحنا ليش دائما نتحذر في مسألة العلاجات بالمساج الآن كثير من المساجين اللي هم جايين هيك أصدقاء وأنا تعلمت أسوي مساج المساج إلى تكنيكة وقواعده إحنا كلنا إحنا عندنا اورده ظاهريه خارج قريبه من طبقه سطح الجلد. هذه الاورده بها صمامات اذا اشتغلنا عليها بالغلط الصمامات عندنا بالاورده تمنع رجوع الدم بالاتجاه المعاكس. وهذه الصمامات موجوده هنا موجوده هنا موجوده بكل مكان. فاذا اشتغلنا بالعكس وفتقنا الصمام فقد تسبب لنا مشكله وتسبب لنا يجوز قنقرينة وهذا يعني مشكله كبيره. فقواعد العمل بهذا الاتجاه دخلتها بهنا في مجال التجميل بماذا تشعر الآن وعليك أن تستعين بما تحفظه من الأمثال بالبولندية والله أنا أشعر أنه أنا بين أخواني وبين أهلي وأشعر أنه أنا أقدم شيء لبلدي وهذه مسألة النسيان ومسألة العمل هي جدا طبيعية لكني فرحان في لقاء هذا لقائي هذا وفي لقاء الناس. الناس يجب ان تسمع، الناس يجب ان تفهم. وضحنا جزء للناس وهي انا اعتبرها رساله من الممكن اني وانت ان نوصلها. وأنا اشكرك واشكر الاخوان كلهم جميعا. هل يمكن النسيان انه نعالجه بال... 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 بالمجسات؟ لا النسيان ممكن علاجه. ذكرت أنا بالكتاب دكتور هل احنا الذاكرة مالتنا طويلة المدى لو قصيرة المدى فصفحة 228 ذكرت لأنه إحدى التجارب على مريض بالصرع هذا المريض بالصرع حتى ومن كانت التجربة يعني العملية عليه يجب أن يعملوا له في دماغه يفتحوه والبنج موضعي مو بنج عام البنج موضعي اضطروا يفتحون دماغه وحتى مناطق بالدماغ تحدث بذكريات ولا يمكن ان يتذكرها يقول هذه الذكريات ولا تجي ولا ممكن وين مخزونه طلعت كل هالذكريات نفس الحاله احنا فقلت لهم هذا يشير الى ماذا انه الان كل الادبيات اللي سبقتنا قالت الذاكره ما تنمحي الذاكره تتشكل وحدة تكون فوق الاخرى المعلومات متى تظهر للوقت وللهذا متى ما جت عليها الكهرباء وبينت لنا اياها وطلعت امامنا بالشاشه العقليه اللي موجوده. هذا هي ذاكره طويله الامد. مرات احنا ننساها ومرات نبقيها ومرات هذا لكن هي مخزونه. ولهذا ايش قال لنا رب العزه؟ سبحانه وعز وجل اللي احنا نؤمن بها. بالقران قال: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يفعلون. هل هذا فش نتبنى يا نظرية أنا كتبت في وقتها كتبت هل إحنا نتبنى نظرية أنه هذا راح ينزل من هنا نرجع إلى نفس شخصيتنا اللي إحنا بها نتبنى أنه تنزل من هنا المعلومة إلى هنا وتتحدث أم نتبنى نظرية أخرى أنه كل خلية قائمة بذاتها في أجسامنا هي تعمل بما بدماغ معين فهل هذه نتبناها ام هذه نتبناها والسلام ختام بارك الله بك شكرا لك وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر والى هنا سكن الحديث ولم تزل الذكريات بقيه وبقاء هذا المخرج حيدر الانصاري يحييكم ودائما نلتقي لنرتقي انتظرونا